وبما أن الجبيرة من باب العزيمة فإنه على الصحيح لا يشترط أن توضع على طهارة، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء من أن شروط المسح على الجبيرة من أن من شروطها أن توضع على طهارة، والقياس على الخفين قياس مع الفارق، وذلك لعدم الدليل، ولأن الحكم في المسح على الجبيرة من باب العزيمة، أما المسح على الخفين فمن باب الرخصة.